نعم، لوك هير، ذيس از ا تشارت، فكاتبت لكم ملاحظه انا اللي هو سكول بروجكت. يجب كتابه هذا الانشاء على شكل مخطط كما هو مبين هنا، ومثل ما شفتوه بالتمرين اللي بالفيديو السابق اللي هو شلون مطلوب من عندك. فانت اكيد اذا هو طلبه من عندك على شكل تشارت راح تكتبه على هذا الشكل مثل المخطط بهذه فقراته، واذا كتب لك اياه على شكل رايد ا باراجراف ونعطيك معطيات اكيد راح تكتبي له على شكل باراجراف، وما تنسين التايتل مالته. ففي كلتا الحالتين هي بها اكثر من طريقه، يعتمد على المطلب. write a paragraph or write a chart، اقري منطوق السؤال وحلي على اساسه. نعم، المطلوب من عندك تسوين على شكل chart راح تدونين به الاسم، اي اسم ممكن انت تنزلينه، ندى علي مثلا، present job english teacher at الاف المتميزات school مثلا، duties واجباتها ندى علي، teaching english to students and supporting them to speak fluently، ساعدتهم حتى يتحدثون بطلاقه، this is her duties. Career history، قلنا تاريخ المهنة حتى وصلت المهنة الحالية، مرت بظروف معينة مثلا after school، بعد المدرسة وين راحت مثلا، for example درست في University of Baghdad ودرست اللغة الإنجليزية مثلا لمدة 4 سنوات، نفس بالكتاب بس غيرت الأسماء والسنين والأعمال مالتهم، وأصبحت أيضا كتيشر تريننج مدرب لمدة سنة واحدة. Advantage، وطبعا فائدة العمل مالتها هو enjoy working with students، وهي واحدة من الأدفانتج، أنت تقدر تكتب بالشكل اللي تريدينه أنت، يعني شنو فائدة العمل. Disadvantages المضار، يعني being a teacher على سبيل المثال requires hard working، هذه من وجهة نظر المدرسين نتحدث إحنا. Spending a lot of time outside school planning lessons، يخططون للدرس. Grading papers، يصححون أوراق ويحطون درجات. Performing many other works related tasks، يعني وأعمال أخرى أيضا لها علاقة بالعمل مالتنا. In addition to that teachers take work home than people in any other profession، يعني يختلفون عن بقية المهن بأنه أعمالهم ممكن تنجز وتكمل أيضا بالبيت، فهذا something hard and difficult. The plans for the future، بالنسبة إلى ندى علي جاي يتحدث عنها، go back to university، تعود أيضا إلى الجامعة. Study for a higher degree to improve her career. Go to another country، ممكن تروح إلى بلد آخر يعني حتى لأجل العمل، لأجل تطور نفسها، etc. فأنت إذا طلب من عندك الإنشاء اللي هو كارير، يعني هي أكيد a career of a real person على شكل شات، راح تكتبونها بهذه الفقرات قلنا 1 2 3 4 5 6 7، تحطون العناوين مال كل فقرة وأسفلها تمنونها كأنما أنت جاي تسوي، يعني أكيد يعني نسميها إحنا جاي نسوي ك يعني ملاحظات، نسويها على شكل ملاحظات إلي. Now if we want to write a paragraph مثل ما زي تشوفون بالشكل الحالي عن يعني هو دائما يحل بصيغة الجدول السابق على شكل جدول، فقط في حال طلب من عندك على write a paragraph، فمن تقرأ أنت بالامتحان اكتب على شكل قطعة، أنت راح تسوي لي على شكل قطعة. Write about a career of a real person، اكتب عن مهنة شخصية معروفة، أكيد راح تكتبها على شكل إنشاء أسهل لك وأسهل للمصححين. So talk about his or her name، تحدث البداية عن اسمه، هاي بالمعطيات. Job، career history، his her hobbies، هواياته. Plans for the future، مخططات للمستقبل. Whether he or she is good at or not good at something، أيضا راح نذكرها. So Mr. Bob Pearson is an English teacher for Iraqi Petroleum، هاي من خليت أخذتها من القطعة الموجودة بالكتاب لكن نزلتها على شكل ملاحظات. So this is the name، الشخص اللي نتحدث عنه اللي هو Bob Pearson، an English teacher، this is his job. Okay, where in Iraqi Petroleum, and also works at, in a training center. This is his present job. His duties are الحقل الثالث, teaching English to trainees who are training to be what, technician or office or fire officers. من خذت هاي المعلومات خذتها من كتابنا. So بعد ممكن أضيف لها he is good. واحنا جاي نتحدث بقى هسه فقرات، هسه حكمل لكم اياها وبعدين اذكر لكم الفقرات الناقصه. He has a successful career history، مهنته ناجحه. After school، هذه بيها حقل after school، بعد المدرسه، هذه في حقل الكارير هيستوري. After school he studied English in the University of London for 3 years، لمده 3 سنوات. Then he got his first job in teaching to children at a school in Italy. After that، هاي كله بعدنا بالكارير مالته هيستوري. He taught adults in Turkey for 2 years. The advantages of his present job are what? Getting enjoyment with young people. And Iraq is a great place and there are opportunities for visiting historical sites.
Finally, people are very friendly. There is no disadvantages for this job except Ginna. Sometimes the weather is too hot to do anything. He has plans for the future for person, which are represented by going back to university, al-awda ila jami'a, studying for a higher degree, and then he wants to visit, of course, another country to work. شنو النقص عندي بعد؟ أنا ما ذكرت لكم عن what he is good at, what he or she is طبعا good at, هذا بعدنا ما ذاكرينه, ولا ذاكرين his hobbies, حتى هواياته أيضا بعدني ما ذاكرته. فبالتالي بعد كلمة officers ممكن تضيفين مثلا he is good at his at what, of course he is good at his work, he is, أقدر أضيف لها, أضيفوا لها عندكم بالملزمة, he is good at his work, that is why, ولهذا السبب, that is why he is a successful man, رجل ناجح. He is, هذا المقطع راح أضيفونه بعد كلمة officers, بعد كلمة officers, هذه الكلمة راح أضيفون عندكم بالقطعة الإنشائية هذا المقطع اللي أنا ما خلته, اللي هو يعني تابع له, اللي هو جيد بماذا؟ بما أنه في عمل, جاي يتحدث عن عمل, أكيد هو جيد في عمله. So he is good at his work, that is why he is a successful man. What is his or her hobbies? هواياته شنو؟ بعد كلمة he has a successful بعد وين أراويكم إياها؟ بعد مقطع عندكم مقطع he has a successful career history, بعد هذا المقطع حسه هنا أنا شوف وين مأشرت لكم أنا, بعد كلمة history راح نحط هواياته, that his hobbies, ممكن يعني ممكن نحطها, نقدر نضيفها هنا يعني عادي ما تأثر على الجملة مالتي, أقدر أقول his what hobbies, هواياته أنا ما ذاكرينها ناسينها, his hobbies are communicating or communicate with other people, من هواياته, his hobbies من ضمن هواياته are communicating with other people, ممكن ضيفوها للمزرعة مالتكم, من ضمن هواياته انه يحب يتحدث مع الاخرين, as well as طبعا in other regions, في مساحات مختلفة. بعد شو يحب يسوي هو؟ As well as reading about learning language, as well as reading about another, reading about another, or reading about learning language, تعلم اللغة, تعلم اللغة. Okay, learning about languages. So شنو راح نضيف هسه بعد هواياته؟ ممكن تضيفونها, هذا راح احط لكم اياها بلون مغاير اخر حتى تضيفونها انه ايضا هذه مطلوبه من ضمن هواياته, فهذا المقطع تضيفونه من ضمن النص الموجود عندنا, او اكتب لكم اياه بالاحمر ايضا مو مشكله. اوكي, طبعا هذا انشاء, اذا حسيتوا انه هذا الانشاء صعب عليكم لأن هو عن مستر بوب بيرسون اللي موجود بالكتاب وحولناه على شكل إنشاء بمعلوماته, فأنتوا تقدرون تسوون إنشاء آخر, تقدرون تسوون إنشاء سهل عليكم بس بالمعطيات المذكورة بالأعلى هنا, أو تلتجئون إلى هذا الإنشاء اللي هو مستر ساميز كاريا بالامتحان الوزاري, جايبها أكثر من مرة حتى العام جابها, write about a paragraph about a career of a real person, بما أنه كاتب بس write a paragraph يعني المطلب شنو؟ قطعة إنشائية, talk about his or her name, job, career history, his or her hobbies, plans for the future, good or what is not good at, بما أنه مذكور قلنا بالتلفزيون التربوي إذن هو مقبول وصحيح 100%, ننطي العنوان بالبداية Mr. Sami's career, نعوف مسافة الكلمة سميناها الإندنت, I met Mr. Sami who teaches English at my brother's school, قابلت هذا الشخص. He studied English at university for 4 years. After graduating, he taught children in a village. Then he came to our city. He enjoys teaching English.
He reads English stories a lot in his spare time, so he is good at teaching students how to learn. Yes, how to learn and how to develop their language. But he is not good at planning his time. He is going to go back to university to get master's degree in English to improve his career. إذا شفتوا هذا سهل ينطبق مع المعطيات المطلوبة أكتبه بالامتحان الوزاري. إلا في حالة واحدة طلب من عندك كتابته على شكل chart يعني مخطط أو جدول مثل ما موجود بكتاب التمارين تكتبينه على شكل chart ومخطط. طلب من عندك كتبيه على شكل paragraph تكتبينه مثل ما موجود هنا. أعطاش معطيات بالامتحان الوزاري تكتبينه حسب المعطيات تكتبينه إلى على شكل إنشاء. فهذا مهم ويحفظ وهو إنشاء الوحدة مالتنا. وأكيد يعني الثلاثة السلمون واجب لأن راح تسوون مقابلة ويا أي شخص بالأفراد العائلة مالتكم عن هذا الموضوع. تمام. الآن أنا عندي فقرة من ضمن التمارين يعني بس خل أسدها وأفتحها. نعم لحظة.